FM سكول. 3:09 دقائق في FM أحلى راديو، رجعنا لكم جديد FM سكول حتى للأربعة متاع العشية. نسلموا برشا العباد اللي تحقوا بنا توا ويتابعوا فينا من خارج تونس على السيبور متاعنا الكل، الباج فيسبوك راديو FM ولا الشين يوتيوب FM TV. مازالوا بحثين معهد النموذجي بتوزر، معهد ابن سينا سوسة. الغلبة أو التفوق إلى حد الآن فرق 4 نقاط، 24 نقطة المعهد ابن سينا سوسة. زبير التركي للمرة الثانية تضعثروا في الشخصية هذه في من يكون، ولكن المرة ذي جاتكم في 4 نقاط فرق أكهو. نديركم موقف، نذكروا اللي جورني هذه تلعبت في الأدوار الأولى ما بين توزر وسوسة، هل باش يعاودوا يربحوا مرة أخرى وإلا باش يعادلوا ويخذوا بالثأر متاحهم شباب توزر؟ هذا اللي باش نعرفوه في حلقتنا لليوم. شوية آخر باش تسمعوا المساندات، موزيكا فما برشا برشا برشا، عزف ومسرح وشعر. عندك شعر ولا عند اخت كلين؟ تنتفهموا. يا سيدي مرحبا مره اخرى، ننشطوا نحاولوا نزيدوا شويه في الاسئله الثقافيه، نطلعوا شويه في السكور. يا اخوي حاضر، ما تحبش تستاذن ولا حاجه؟ امريكا منظمه الامور، الدرج سليم، الدرج سليم. يلا تختاروا كالعاده من 1 حتى 16 دون اعتبار 4 8 و5. 10. سؤال العاشر به حلو ياسر، سبحان الله في السيونس مانيش خارجين في توزر. عندك انت مرة اخرى صديقي دونك، وانت تختار له هو يجاوب. ماشي هكاك الامور منظمة، فما تناسب، فما عدل في التشكيلة اللي جاتنا اليوم، هكا ولا اي؟ نمر مباشرة للسؤال. يا سيدي اي قبيلة، ذكرني في السؤال اللي جاك اللي مغلوبين، حكينا على اللي مغلوبين وعلاش هو احمر، على الكريات الحمراء. اي علاش هو محمر؟ سؤال 10، ما هي وظيفة الدم؟ اي لحظة عاد خلينا نشوفوا عندهم الاجابة والا لا قبل ما نعطيكم الاحتمالات. عندكم الاجابة؟ الله خير، مادام عندكم الدم مادام عندكم الاجابة عندنا توا حق باش نعطيكم الاحتمالات. يا سيدي، ينقل الغذاء والأكسجين إلى الأنسجة والخلايا، هذا واحد. ينقل المواد الغذائية فقط وإلا ينقل الغذاء والأكسجين إلى الرئتين؟ 10 ثواني للتفكير. ما نجاوب هذوما 3 احتمالات. وتحب نعاود لك الاحتمالات؟ يثبت الواحد كمان لا ثبت به. اي خويا، ينقل الغذاء والاكسجين الى الانسجة والخلايا، ينقل المواد الغذائية فقط والا ينقل الغذاء والاكسجين الى الرئتين؟ الاجابة الاولى. الاجابة الاولى، ينقل الغذاء والاكسجين الانسجة والخلايا كيكا. صحيح بالنسبة لكم انتم مسوسة نفسه. والاجابة صحيحة، 10 نقاط التوزر، 30 مقابل 24. كان تجاوبوا بالغالط عندهم 6 بوان ديكار، دونك يوليو هما اللي متقدمين في الجولة هذه. سبقنا سبقنا شنو سبقنا؟ سبقوكم معناها ولا ما فهمتكش؟ ما تسبقنا باش نخسروا ليه لطف ان شاء الله تشاؤوا ماذا شبيك هكا تو ولا لا صار؟ اختار لي سؤال سهل وشوف خوك شي يعمل معك. هاي تفضل تختاروا لي من 11 16. نذكركم في الأسئلة اللي خرجت عن 4 5 8 و10. هاي نمرو 2 2. باهي ياسر حلو. سؤال 2، نتصوروا في المتناول. هاي سلكت الأمور، ها صافا حتى ثم نتصور عندكم الإجابة. السؤال يقول، ما هو أثقل الحيوانات على كوكب الأرض؟ هزيتوا يديكم، دونك عندكم الإجابة، نعطيهم الاحتمالات ونرجع لكم. الحوت الأزرق، الفيل الإفريقي وإلا الدب القطبي؟ الحوت الأزرق. لحظة عاد خذ 10 ثواني يا غالي ومن بعد تنحكيو. 10 ثواني للتفكير، مزروب كملوا في صافي صافي ميسيرش مرة استنوا نستنوا ميسيرش، عمرو روحك تخمم، عمرو روحك تتشاور مع زميلتك، ما تساعد فازة، اعمل انيماسيون، يجب تبعث ميساج في الاثناء. الحوت الازرق. عودها هي بيدها يا اخويا، الحوت الازرق. شباب نفس الاجابة دونك،
الحوت الازرق معناها اي معناتها يرجعوا متقدمين عليكم في النتيجه مش عاود لي الاجابه شنو الاجابه صحيحه الحوت الازرق اي 34 مقابل 30 بهيشي هاك الحوت الازرق هاي بيصير تعاودوا تختاروا مره اخرى ها قمروا سؤال سهل خلي يجيبوا سؤال صعيب وهكاك تكملوا انتوما بالديفيرينسا نتاعكم تاع 6 نقاط هاي يا شباب هاي 12 حلو ياسر مغرومين بالمسلسلات التونسيه نورمالمون ها ماكش مريفز الشابيتر هذا نتصور حتى كان ماكوش مغرومين الاسم جا قدامكم كيلكو بار وانتم تفرجوا يا في المره الاولى يا في الاعاده خاطر تعاود برشا برشا مرات المسلسل اللي باش تتسالوا عليه تو السؤال يقول من قام باخراج السلسله التلفزيه نسيبتي العزيزه عندكم شي الاجابه عندهم الاجابه عندهم شفت ولا هزيد انت عنده الاجابه الدعثيرة بحسابها لهنا مشي وليو فارق 16 نقط حذاري نعطيكم الاحتمالات هل هو حماد يعرفة سلاح الدين السيد وإلا عبد الرزاق الحمامي من يكون مخرج السلسلة التلفزية نسيبتي العزيزة عشرة ثواني ما عينهمش بالعشرة ثواني سي لطفي سلماني خطر كل واحد عمل جزء حلو كيف تحط الشيخ المسلماني بديش دونك سي سلاح الدين السيد الإجابة اللي اخترتوها انتوما بالنسبة ليكم شباب نفس الإجابة زيد سلاح الدين السيدة والإجابة صحيحة 10 نقاط الشباب توزر هاي 44 مقابل 34 40 مقابل 34 زدكم 4 ما نعرفش منين هاي يا سيدي تختاروا توا انتوما اختاروا هاي 9 باهي نومرو 9 باهي في المتناول زاد فماش اسئله صعاب يدور لي في الدور نتاع ثمن النهائي ما شفتش اسئله صعيب بخلاف الخمسه اللي نحيدو يقول السؤال على اي كوكب يدوم فصل الشتاء 42 سنه يا ابو قلب 42 سنه قداش منها الكبابط والكشكولات والبنيات وقداش باش تشري وقداش باش تحط وقداش 42 عام عندكمش الإجابة لا نعطيهم الاحتمالات كوكب أورانوس وإلا كوكب عطارد وإلا كوكب الزهر ميسير عشان تاخذ العشرة ثواني ولا ما استحقهمش نجم نجاوب اللي عاد اللي عاد مش تعمل لي سسبانس ومن بعد تقول لي نجم نجاوب باللي تعرفها سبحان الله والله غير عادي تقول لي مالك رويس تفضل يا سيدي نسمعوك كوكب اورانوس كوكب اورانوس شباب قالكم شي حاجه كوكب اورانوس 42 سنه شتاء وكذا وفصول وراه قالوا لي هو ما قالش لي يا ريتو قال لك لي كنت يا ريتو 10 نقاط اخرى المعهد ابن سينا سوسة أربعة شفت استفايلت ب 44 وصلنا لها ل 44 نقطة برافو شباب يعطيكم الصحة باش تعملوا ترتيح انتوما يجوني فرق الاسناد شيخ معهم شوية موزيكا شوية تمثيل شعر القى وتعاودوا ترجعوا تشوفوا السكورات نتاعكم واضح فصل اشاري وانا راجعين هاتوا انتم تسمعوا في اي اف ام سكول برعايه وزاره التربيه على اي اف ام احلى راديو ماضي 23 دقيقه توا في اف ام احلى راديو قايت الموسيقى وقايت الطرب وقايت التمثيل الالقاء والشعر مازالوا نفس الجمعيه تتعاود على يساري مع هذا النموذج بيتوزر يعاود يرجع مسعد لموشي مرحبا بك مره اخرى في ثوب الشعر مره هذيا للي نزيدي مرحبا مع السلامة مرة أخرى مع السلامة نسيت في إنجازاتك متاع قبيلة اللي أنت تغني ها هكا ولا دونك شي مومبر من البوليفوني كواير متاع تونيزي قولها صباح الخير تقول لك جو سوي مومبر ولا فونداتريس ما فماش أنت إيش تحب أنا روجيستر هي موجودة تفضل لله مومبر في البوليفوني كواير متاع تونيزي 88 حلو نسلموا على فاطمة عبد السيد ومدام ربعة مولهي و
شنو اخر وقبيله ما قلتش نتاع الملتقى الوطني عامل ملحق للسينما نعمل لكم ملحق وشاركت بشريط دقيقه خديت به جائزه الجهويه ومشيت به للملتقى الوطني للسينما والصورة. يعطيك الصح على يا بيني. لا 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 زير مرحبا صافا اقرب لي مش مخليك ال قربك سيبو اي صافا صافا اي نسمعوا فيك المهم نسمعوا العزف اما قدم لنا روحك ميسالش مرحبا سنة ان شاء الله نلقاكم مبروك الناس الكل عايشك اسمي لزير نقرا كاتريم لتر لسير من سينا مساكن تحب نحكي على انجازاتي زي اي تفضل تفضل هكا تو نقعدوا انجازات بلاش لا لا لازم بون اني باسكيتوز ما يغركش المنظر هو باسكيتوز لا ما شاء الله شبيك فوالا نقول ما يغركش الطول ممكن نفهمك هكا تو بون عندي 4 سنين باسكيت اي عاملين ولا زينا الكوب دو تونس الله الله لا 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 اول مره تهزها مسكن راهو كاس تونس الباسكيت هزتها الكاتيجوري نتاعنا مو برزدة في التونيجي عرقوبك أخضر على مساكل في كول. اي زميلة في الـ ما جست فرقنا كانت تورا بكا ميسير هاي لمتكم هي في ظلمتكم الجغرافيا لمتكم اللاكدو وممبر في راشدية سوسة وكاو خلنا نتلفتور وبحذي قاعدي متصدر هيك صديقي محمد من عباس مرحبا صباح الخير صباح خير الحمد لله اقرب لي شويه الميكرو كافي كولتوريل حاجه هكا عمق فما كومبينيزون باهي تفضل قدم لي نفسك محمد امين عباس كاتريامات مش يقول لي كاتريامات باهي كمل باكمان اي حلو ياسر مش يستحقوك راهو الشباب في الماتم بعد في لغه الارقام ولا هما دو ماتو اللي كانوا بحذايا ولا كيفاه انا تروا ماتو وواحد يا مرحبا نقرا في معهد ابن سينا بمساكن جيت اليوم سنقدم شويه شعر على عنتر ابن شداد شويه شعر هاوك شويه معناها هو برشا الحقيقه ما 18 ما نعرفوش شعر ما نعرفو خاطر لا 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 انت انا طرف وقت كان عجبني شعر تنقل تنفهم معناتها نقول لك صح تعدى الاري اللي من بعدها مش مشكل يا سيدي نسمعوك شويه اخر كومبينيزون اني ولا فما قصيده نتاع عراق التركي اكومبانيمون بون هو اكومبانيمون فما قصيده لحنتها باش غني منها اني بارتي اي اش شختو الجو معناها اللي عملتو التنويشه محلاها يا سيدي مرحبا بكم يلا البدايه كالعاده توزر مع للالين ايش باش تسمعنا ايش باش تغني لنا دونك على باز كنت نقرا لان دي بويم تاعي مي باش نغني لكم اونفا دونك ما عنديش اكونفانيمون عايشك عايش ما عنديش اكونفانيمون ناي باش نغني لكم انت سمع صوتي ديريكتومون حمد تفضل وقت اللي تحب بسم الله الرحمن الرحيم بلي تريف افيهات على ريفيربوات على ايكوهات باش هاكا تقولش ظلمنا اي ما نستحقش اي عندها بوته في الحنجره دونك ما شاء الله عليها طفله تطفض وحدها نحي كلفيات عزا اللي قلنا عليهم الكل خلنا نسمعوا طولك ايش عليزي فيهم ولا لا صار دونك I've been walking with my face turned to the sun weight on my shoulders a bullet in my gun Oh, I got eyes in the back of my head Just in case I have to run I do what I can while I can when I can for my people When the sun turns into dark until I die That's when I'm gonna stand up Take my people with me Together we are going to a brand new home Far across the river Can you hear freedom calling Calling me to answer And I keep on keeping on I can feel it in my bones Merci. ما شاء الله 10 نقاط زي ما نحكيوش فيه كان لازم نجمو ما يسالش اي 10 نقاط البلافون خاطر 10 نقاط ما نجمش نزيدك نقاط فاجئتني لين بالموضوع ما شاء الله يعطيك الصحه يلا
الثقة فما عليش يا عزة هاكا الطبح اللي من غير أما ميسال شايكا فرحت بيك بترفي فيه تعطيك صحة برافو مرة أخرى آي يا للالي آي يا للالي شو سمعنا بون كالعادة فما ميكس جوي ديما الميكسي مشاب فما شنا اسمه مشاب في حاجتين ثلاثة ولا ميدلي ولا شختار حاجة في الجزيري وحاجة في الأنجلي تفضل ألي زير أقصد ربي ما شاء الله ها مستحقين 10 نقاط حقيقه اش قاولك في زميلتك في تونسيا اي تي اي صوتها مزيان عازفها كيف كيف ما شاء الله عليها يعطيها الصح برافو الي بون كوراج بور لا سويت ها ان شاء الله كالعاده نستضيفوك لهنا في كادر واحد اخر مش في الباسكيت زاد لا لا موزيك اي موزيك والباسكيت اون جين سبيسياليستي موزيك يعطيك الصحه يال ها يا خويا البي سي مسعد السلامة مرة أخرى مرحبا القصيدة لشكون يا موسى
قصيدتك انت؟ قصيدتي انا ها يا بي سمعنا خويا وقت اللي تحب تفضل. اي في البدايه شكرا لمن امنونا على هذه الربوع الذين نصحونا بالعمل لتفادي الخضوع. وناس الماضي ادخلوا ثقافه الحياه في تسنين فلقنوا الناشئه واتقنوا التلقين. اقوال الصغر تجول في الاذان شيخ القصيده اطلق للنفوس العنان. قال في الاتحاد قوه اعظم بها من شان وفي الشتات ريحكم تبوء بالخسران. اين نحن من نصح في هذه الازمان قولك يا شيخ باق صدى اذان. لجيل استطاع بغيره فوصل الافاق استقل فبات ريشه بالرياح تساق. نحن جيل اتبع فبات لقمه في افواه القدامى فتات. ان الان اوان الناشئه للكلام لوضع النقاط على الحروف ومحو الظلام. هو ذا واقعنا ما لنا من هروب الدراسه للتعليم هي تفادي الرسوب. فعالم الطفل بات تجزئه اقسام قسم المدرسه واخر للحياه وسام. في المدرسه فرض الذات بات سمه وجود معدلك مكانه لنفسك بين الاسود. فما حل التلميذ امام هذا الموجود التنافس وحيدا مع هذا الوجود. حلك عمل تطور وغش في احيان في المؤسسه بمعدلك انت في امان. الجميع للكل كارهون والتنافس بات للانسانيه طاعون. هي الهلاك وللاخلاقيات افساد فاين الصلاح برب العباد. كره تفشى في صفوف المتعلمين اما ان تدنوني او تعيش الانين. حلك من حلين في ظل هذا المفروض اما عمل للموت او غش مرفوض. فاين نحن من دنيانا ها نسرفها الوقت عبد الدراسة مؤمنها. الجميع عالم الحقيقة ينكرها. حل الدنا تعاون لا غير لرفع الرتابة وللملكات سير. أما التعاون فها قصة تطول بعض النشء اتخذ من زميله طريق عبور. عليك بالعمل والإبداع ومع سرور لكن اسمي قبل اسمك ما عاد للصداقة حضور. كالعادة حاضر قلب المفاهيم فالتعاون بات وسيلة من خلو من تعاليم. لنفصل لإغلاق باب من يفسرون ففي آننا واحد يعمل والباقي متفرجون. أبات هذا سنا أم نص قانون فالتعاون بات وسيلة من عن العمل عاجزون. أما قلنا أن التنافس يقتل للمتعلم الحياة فهل التعاون أطفأ فينا الرغبات. إما تنافس يهشم الإنسانية أو تعاون ينسيك القضية. مفترق وها عدنا لنختار أي الحلين يا ترى أجدى بالاختيار. نحن هنا ناشئة جاءت لإيصال رسالة رسالة على وصول لا محالة. رسالة ما فتئت على أكتافنا عالة رسالة جاءت تنقض تعاليم الجدود. عن تلك الخرافاتها حديث لم يمرق عن الحدود. أكذيب زرعت فينا عليها أعلن الشروط. فبعض من علمونا كانوا في غفلة بمشاعر الناشئة أمامهم تفنى. فعلمونا أن غير الأخوة مرفوض في عرفنا وموروثنا وواقعنا المفروض. وعلمونا أن في هذا الموضوع ما علينا أن نخوض. فبمشاعرك لا تجهر إلا ستواجه البتر. فمشاعرك عندهم عورة تستوجب الستر. ففي حياتنا يشيطنون للحب كل الصفات. في آننا ادعاؤوا أن الحب على النفوس يقتات. يقولون أن الحب يدمر للشباب الأذهان وأن المشاعر سبيل انحدار الأوطان وأن المحبة باتت آفة من آفات الزمان. منهم من ابتدع أن الحب ليس صنيع الإله فالخالق لم يمنحك ما يلهيك عن الصلاة. فعلمونا أن غير أن غاية الحب للملكات تأخير وأبدعوا أن آخرته سوء خاتمة وبئس مصير. مرروا أن الحب أداة تحطيم لقنوا أن سعيه تهديم أن عاقبته مستقبل أليم وأن مسببه شيطان رجيم وأن حكمه في ديننا التحريم. يا ويلي ما لي أن أفعل أمام هذه الآراء عقليات راجعة وأفكار بسطاء. ما العمل صنو هذه العقول حاولت وفشلت فلم أجد سوى العدول. سلاحي مالي غير القلم فالأكمل ما كنت أقول. منهم من قال أن الحب صنع الغرب يكيدون لنا به التبعية. منهم من جزم أن الحب يطمس في نفوسنا القضية. أن الحب بضاعة خلقت للوقت إضاعة بضاعة أبدع في بيعها المبدعون من الباعة. لما يترى لنعيش في زمان تتقابل فيه الأرواح دون ستار في عالم يعاش فيه الحب بعيدا عن السور والجدار دون أن تظل في سجل ممارسيها وسمة عار. في هذا الواقع أحاول فقط أن أتناسى ما للعقول من خياسة أن أجد نفسي بعيدا عن ساسة الحياة وقبح السياسة. أن في زمن لا نكون فيه عبيدا للدراسة في زمن كلمة الحب فيه مباحة في حياة في حياتنا حلول تتولد من كل صوب ومكان. فالحلول أمامنا ما لنا عميان الحل في العقل لا في البنيان. لا نعلم من زرع فينا ما فينا وفي أي زمان لكننا نعلم من دفع الثمن ضعف أثمان. مصعد لموشي برافو برافو صديقي يعطيك ألف صحة. 10 نقاط على ال شو اسمه تخيرنا من نختاروا له شو عنوان خلينا محلول لك شكونكم ساعة كسيخ الجمعة ذي في الكار انتي وشكو في الكار انتي ولين لا في الكار
فكار معنا سي زهير ومعنا سي شيفور زاد خلي مغرمان هي مو كل واحد طايش حويجه من عنده ولا شنو لا لا حبينا نقترحوا هكا شويه احنا مين امنتي اللي كتبها مسعود ونحن في الافكار ما بقي بهم خير ناشئه وخير رساله صديقي برافو يعطيك الصحه وواصل في اللي تعمل فيه جوست خذ راحتك شويه خاطر الفيتيس في بالي وقت في بالي الوقت نحاولوا هكا نكومبريسيوها شويه وناخذوا راحتنا في الباقي باش يوصل المعنى ويوصل الاحساس اما ما هكايا معناتها مولينكس اما مفهوم وي يعطيك الصحه برافو صديقي محمد امين عباس سلامه مره اخرى مش معطلتك الاله اللي بحذاك نبعدوا لكم الكراسي شويه اما في الميكرو حطك الكاسكا يهديك فوالا يلبس الخوذه للاخت يلبسي خطيه ومالك هيك هي يلبس الخوذه نتاعك فوالا الجو منظم باهي عرفنا بال بالقصيده نتاعك ساعه قبل كل شيء اللي انت باش تقراها العنتر بن شداد قول شو اسمها قصيده اعاتب دهرا لا يلين لعتابي حلو ياسر اكومبانيي باغ للا الاء الزاير وقت اللي تحب تبدا اقصد ربي مي وقرب لي شويه هذا خلنا نسمع فوالا شفت شو خايك في دقرونت والميكرو وساعه ساعه كلمه على الاثنين تخطف الدور تنجم تقرب ليه شويه هذاك لا اللي كنت خاطر هو كان الصوت نتاع الموسيقى اعلى برشا من صوت قبيله مش عندك كوبليه معاه اي دونك قرب لك انت ياك تقدم الكرسي لا تفضل كان تحب تعمل شويه تيونينغ في الكرسي نتاع تطليع تعبيط تقريب توخير خذ راحتك نورمال سي بون تفضل سيدي أعاتب دهرا لا يلين لعتابي وأطلب أمنا على صروف النوائب وتوعدني الأيام وعدا وأعلم حقا أنه وعد كاذبي خدمت أناسا واتخذت أقارب لعوني ولكن أصبحوا كالعقارب ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفلا للثعالب سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجول بها الفرسان بين المضارب فإنهم نسوني فالصوارم والقنا تذكرهم فعلي ووقع مضاربي فيا ليت أن الدهر يدني أحبتي إلي كما يدني إلي مصائبي ويا ليت خيالا منك يا عبلة طارقا يرى فيض جفني بالدموع السواكب سأصبر حتى تطرحني عواذلي وحتى يضج الصبر بين جوانبي مقامك جو السماء مكانه وباعي قصير عن نوال الكواكب يا عبل قد هام الفؤاد بذكركم يا عبل قد هام الفؤاد بذكركم وأرى ديون ما يحل قضاها يا عبل إن تبكي علي بحرقة فلا طالما أبكت الرجال نساها يا عبل إني في الكريهة ضيغم شرس إذا ما الطعن شق جباها يا عبل كم من فارس خليته في وسط رابية يعد حصاها فالخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها يا عبل كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها يا عبل لو لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها وأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها Thank you.
فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتبوا. فإن شكوت لمن طاب الزمانه له عيناك تغلي، ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يفقد عين همته، لا عين للحظ إلا بتبصر الهمم. كم خاب ظني في من أهديته ثقتي، وأجبرتني على هجرانه التهم. وكم سرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، تغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصار تلتحم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم. شكرا. ما شاء الله. محمد أمين عباس عازف وغناء، ألاء الزاير 10 نقاط 64 نقطة، جمالي نقاط مقابل 60. برافو برافو برافو، يعطيكم صحة صديقي. علش عنتر بالذات؟ وأخذر قصة كبيرة وراه الحقيقة. سي عنتر وعبلة اللي هو كان هو يتسمى عن احنا يعني الاكزامبل بالنسبة لينا، معناها نشوف اللي العباد اللي تقول لك والله كونك تعترف بالحب متاعك فيه ضعف وإلا نقص وإلا قلة رجولة. أنا ديما المثال متاعي عنتر، قول لهم يمشي يقتل 15 16 20 نسيب اللي يكتب ويرجع في الليل يكتب قصيدة متاع حب العبلة، ما عنده حتى مشكل. هكا قالك حتى كتيبة بسبعين ألف، لا ما عندي حتى مشكل. وأنا المنية وابن كله مني. ليه ليه ها تفضل قولي خد. أما بين قوسين هو في الأخر حبذ الحرية متاعه ولا حب العبلة. حاجه اولى من حاجه اولويات الدنيا طبعا من قديم الزمان. اي وانت اختيارك العنتر بالذات الواش؟ الحقيقه هو يتسمى من الشعراء اللي فماش كيفهم في التاريخ، وصرتوا في الجاهليه. فما في العهد نتاعو معروة ابن الورد، وفما ورشة من المناذرة، مي لقاو عنتر شعره ما تسمعش ما سمعوش به قبل. وأو ميم طون هو يتسمى فارس الفرسان وشاعر الشعراء، تلموا فيه الخصال يعني. صحيح، معناتها فما أبيات يحكي حتى على حاجات صاروا في أرض النزال ويوصفهم معناتها وكيفاش تصرف مع العدو نتاعو، معناتها حتى في هذا يتفنن. معناتها يتفنن على شونت باتاي ويروح يحكيهم بعد في شعر. وساعات في أبياتي يبدا يتفكر في عبله ويحارب. زادة كما جسم روح جميل بن معمر قالك أصلي فأبكي للصلاة اللي جميل بن معمر بثينة. ما شاء الله والله حلوة ياسر كنبير في السيوم معانيش أي خو صحيح يعني سكسيومات وقولوا لي شبيك تحب الشعر وكذا. فيه مات زادة؟ نعم فيه مات في حسابات مش فيه هاي في حسابات. الحقيقة يعني نشوف برشا حضور ذهني متميز هلي صحيح. نزيدك نقطي أنا ما بينات اوكي بتقول حد لا الله خير. نشوف برشا طب اليوم المجال نتاعهم سيونتيفيك يوليو ادباء يوليو شعراء. دونك لنا يلزم وذي نصيحه للشباب اللي كيفي انهم ما يهملوش جانب على جانب اخر، خاطر الادب والشعر ماله الا جانب روحي. والارقام الرياضيات والفيزيك هذيك تبقى مجرده لي سيونس دور نقولوا احنا هذوكم حاجه. لازم انسجام ما بين الروح والجسد باش يكونوا جسد متوازن. حلو ياسر، انت موافق اخويا ولا كيفاش؟ اكيد يا على طول خط غدرتك بالسؤال. شبي اخويا؟ لا لا انت قلت لي عندك شعر. وي بالفرنسي ولا باللونجلي؟ باللونجلي. كانوا باللونجلي خفيف نظيف. ما هو خفيف نظيف هذيك برا قول لها كارا وخفيف نظيف هاي. لا لا ما يحكي على ما فيش معناتها حاجه باش تحسبكم عليها رايك. لا هو لفت انه ما تحتكش ترجمه. وحدها كونك باش تتكلم نجم نفسر من بعد علاش يحكي مصر ضمنين دور تلقى حاجه معناها القتل مع سبق الاصرار. كيفاه القتل مع سبق الاصرار؟
مفهمش شعر. لا لا مفهمش كي يكون صدر ماكش باش تحطه في الديبيسيون هكا هاو يزي فيه البركه هذا ميسير شويه ما نجيبش نكسر بخاطر خاطر صوتك محلي تفضل رمضان تغني لي حاجه من بعد شعر كان خليني نقرا شعر شونتاج ولا سي بون مقايضه ما رشوه رشوه في الديريكت ما ميسالش رشوه في حاجه محلاها في موسيقى وشعر يا ريت المرتشين الكل ياخذوا ابيات الريتونس الكل تكتب تفضل دونك ديانك كوت فود قصيت على اي 1 2 3 tu prends liaison تحس روحك سي بون معناتها تيكالي تحس روحك باش تبدا تعطي روحك المجال كانك تعيط علينا ولا حاجه لا 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 هاي هاي تفضل 1 2 3 the ink pot fell down and the black liquid poured you ask me why did the hearts turn black I say darling the bottle stood too long on the roof fearing the white angels somehow a plot twist a sad ending occurred A human didn't choose peace this time. It fell freely and emerged our hearts. But this isn't rain to romanticize, said the brain. Be careful, I need you by my side. The heart looked desperate. Let it cover me. I no longer feel alive. We inhale problems, exhale stress. We live by promises, fake ones, few convos, loud silence. Two people to trust or maybe less. Do you think a white life is worth a try? Black is fancy. Black is dominant. You can scribble on a white page to make it black, but never the opposite. Black sits on the throne after stealing all the color's souls. An obvious robbery. Objection, Your Honor. The black heart said no. How beautiful was the bride in her white dress, but was her husband evil for wearing that black suffocating tie on her neck, in his neck? I had to choose a path, prioritize a color, I choose peace over drama and troubles. In the quietness of the night, I heard my story, a gentle breeze whispered in my ears, not in my thoughts. Not some of my unanswered questions, but my truth. She said, you are once a moon waiting for the sun to light your days, when they're too dark to bear, to ignite your bones, to gently dig you out of a scary haunted space. Stars can relate. They've seen how loss crept into your heart like a bleak, how you tried to claw yourself out of the ache, chasing a glimmer of hope, the way you tried to unhinge your ribcage and peer into the soul of you. You made mistakes, and you used to grip at them until your hands are bruised. And there was a day where the what ifs turned into why not. That day you became the sun, shining, sparkling, and glowing. It wasn't a walk in the park, neither a piece of cake. Well, at first glance, life seemed peaceful, with no rough patches. But beneath that astonishing allure, there were too much hindrances and mysterious secrets to unravel. My old books must come to an end. Mine might end before the ink runs out, but somewhere between hello and goodbye, birth and death, sunrises and sunsets, there was a girl who loved the color white, a girl who loved God and believed in him, even if she faced a lot at the hands of life. Bravo. لين زيدي مرة أخرى دون احتساب نقاط على خاطر هذا خارج الكادر متاع الكومبيتيسيون ولكن رجاء منكم الكل اللي حاضرين لهنا ميسيرش مش تلقاو بعد الفيديو متاعكم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام بارتاجيو وبارتاجيو لبعضكم خلي توصل الأوسع نطاق ممكن البرفورمانس اللي قاعدين تعملوا فيها فريمون فرحان ياسر 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 كوني حاضر على الشيء هذا في الديريكت برافو أونكور أون فوا ويعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل في المجال الدراسي والفني متاعكم فاصل إشهاري صغير وأنا راجعين توت سويت انتم تسمعوا في اي اف ام سكول برعايه وزاره التربيه على اي اف ام احلى راديو ماضي 3:51 دقيقه في اي اف ام احلى راديو حتى الاربع متاع العشيه معكم في اي اف ام سكول نسلم عليكم من الناس الكل كان تحقتوا بينا توا وتابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا شان يوتيوب اي اف ام تي في الضيوف مازالوا حاضرين بحذايا معهد النموذجي بتوزر معهد ابن سينا الى حد الان 64 نقطه لسوسه 60 نقطة التوز 4 نقاط فارق كيما بدينا كيما خلطنا 9 دقائق ولا 8 دقائق على انتهاء المباراة وفيكو كمان بالموزيكا قلنا خان تعديو طول اللحن المميز معناه باش يختاروا زوز هما ألحان وانتم عندكم زوز واللحن المميز متكلف ب 10 نقاط نسمعوا بارتي من الانسترو ونرجعوا نعطيكم الاحتمالات واضح
هذا ما خلطوش عليها في الفي 1 في الفيرسيون الاولى مش موجوده. العاب سي لطفي عنده كارت وشي بتاع العاب وكل مره يخرج حويش. يعطيك الصحه سي لطفي على المجهودات الجباره اللي قاعد تقوم بها في المنوعه. بالله هي لاختي عزه المخرجه شوف لي اسم لين الزيدي تلقاهاش معانا في الراديو ويمكن تخدم معانا وما قلتلناش. ها تلمو ما شاء الله منتشره الاخت. ها يا سيدي نبداو كيما العاده بكم انتوما توزر عندكم واحد وثلاثه اللحن الاول واللحن الثالث تسمعوا نجي نعطيكم الاحتمالات تعطيوني الاجابه واضح. اللحن الاول ما سمعت انت وحطيت الكاس او استويت الكابل الا ما سايي حطيته في اخر سكوندا. الله غالب الله غالب يا غالي ما عادش نجم نعاود. العمد على صديقك مسعد كان عرفش الاجابه. نعطيكم الاحتمالات اللي كنتوا تسمعوا فيه اغنيه الامل باند الشارلي باث والا الشون مينديز. 10 ثواني للتفكير. شارلي بوث. شارلي بوث متأكد؟ ناس معه الغناء شارلي بوث هذا؟ خلطت عليهم مخر باي ويكود؟ ما ألبسش الكاسك. شفت كي قلنا ارتديوا الخوذة ارتديوا الخوذة ما قلت ليش. الله غالب فاتت فرصة تسمح بتسجيل 10 نقاط. ما فيلوزوفية من البنت إجابتكم خاطئة. طبعا عندكم انتم يا شباب حط الخوذة مال حط الكاس كباب صحيت هكيك تسمع تركز كما الولاد متاع أصدقائك في توزر. نعطيكم الاحتمالات هاي اسمع معي. بديت تحسب هاو كالثلاثة بسويبعك واخيرا عندك الإجابة. هل هي أغنية اللي رمي عياش نصيف زيتون وإلا أبو ويسرى؟ يتشاوروا والله قاعدين يتشاوروا مش خلو أبو يسرى ولا يسرى وأبو ما وين المشاورات باش تصير بالضبط العلم عند الله ولكن حقهم 10 ثوانيهم ما يسيلهم حد. تفضل أبو يسرى. أبو يسرى تلدأت إجابة صحيحة 10 نقاط. السوس برافو يعطيكم الصحة شباب إجابتكم صحيحة. يلا لحن عدد 3 التوزر نسمعوا ركزوا مليح مليح المرة هذه. تفضل العز. اللحن اللي كنتوا تسمعوا فيه هو مقطع من أغنية لي أكرم ماج نوردو وإلا كافون. 10 ثواني للتفكير. نوردو مروان نوردو تراه نسمعوا. أنا والليل نوردو إجابة صحيحة. يعطيكم الصحة شباب 70 نقطة مقابل 74 نقطة. اللحن الأخير اللي باش يسمعوه شباب سوس لحد الآن رابحين الطرح ركزوا مليح. يا باش تطلعوا الفارق 84 مقابل 70 يا باش تنتهي المباراة كيما هي. نسمعوا اللحن. هاي آه يا بابا هاي دون احتمالات المرة هاي دون احتمالات دون اتشيرن كيفاه؟ اتشيرن شو اسمها الغنية؟ شيب اوف يو. شيب اوف يو مكملين بعضهم الديو هذي. Trust me, trust me.
إتشيرن شيب أوف يو 84 نقطة مقابل 70 نقطة، وبهكا معهد ابن سينا سوسة هو الفائز معنا اليوم. برافو شباب، برافو، صفقوا على الشباب، ربحوكم ثاني مرة ولكن حقيقة مستحقين الفوز هذا. والمرور إلى الربع النهائي، سلموا على بعضكم مرة أخرى، تراح نخطفوكم في اللحظة. أباي سايب يد الطفلة يودي يزي كيكا كيكا اللي يسلم صديقي. أوه. ملك يعطيك الصحة، ملك رويس نور مناد، برافو، يعطيكم ألف ألف صحة على التماسك معناها وربطة الجأش والإجابات الغير متوقعة، ساعات والأسئلة السهلة متاع سيلوت في زادة كيف كيف. نشكروه اللي ساهم في الفوز متاعكم. معهد النموذجي بتوزر، الفريق المتكون من مصعد لابوشي واسر أشرف البقلوت، يعطيكم مساحة زادة توما 70 نقطة. ها كمام تعبتوا فيه الطرح، ها ولكن الله غالب ما حالفكمش الحظ ثاني مرة قدام سوسة. مبروك عليكم مجموعة كتب قايمة، اهداء دار الكنوز للنشر. الله غالب عكلتكم الفقرة جديدة، ما فما حتى مشكل. الاء الزاير محمد امين عباس ومحمد يحيى بوريكا اللي كانوا حاضرين معانا زادا، نسلموا عليهم برشا. وانتم بالنسبة لكم المكمل الفريق اللي هي لين الزيد، نسلموا عليها برشا برشا برشا، كان قاعدة تسمع فينا توا. ان غو ميرسي سيلوت في حريز في الاعداد والتنسيق، عزة في الاخراج، صديقنا سوفيان في الرياليزاسيون ديجيتال. انا اقول لكم مرة اخرى رمضانكم مبروك، طريق السلامة العبادة اللي في الثنية، بون فان ويكاند، كان انتم مرتاحين وربي عينكم كانكم تخدموا. خليو هالكلمة لزميلتنا مالك تعطينا تذكير باحوال الطقس، ما بقى لي كام باش نقول لكم تشاو تشاو. We'll be right back.